ما يحصل في العراق ما يراد بالعراق مو فقط فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن السياسة أصبح قضية طبيعية وتقبلناها برحابة صدر، لا، فصل الدين عن المجتمع. وهذه نظريات يتحدث بها الغرب في فرنسا وفي بريطانيا. المجتمع لابد أن لا يكون متدين. يعني مو متدين مو يعني ما يصوم ويصلي. الصوم والصلاة هي قضية شخصية. أريد أفهم شنو المشكلة إذا فصلنا الدين عن السياسة، إيش راح يصير؟ لا لا، انتهينا من عنده. يريدون أن يفصلوا الدين عن المجتمع، بمعنى عقود الميراث، عقود الزواج، عقود الطلاق، هالأمور هاي كلها اللي تخص المجتمع. إذا فصلنا الدين عن المجتمع، إذا فصلنا الدين عن المجتمع أصبحت إباحية. لا، مو فقط الشعار اللي رفعوه ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر، لأنه أصبحنا ناس ملحدين. وإن يعني السنتنا تتلقلق بلا إله إلا الله، ليش؟ لأنه الله يقول ماذا؟ انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. ونحن نقول كل من يطبق أحكام الله ويتزوج زوجة ثانية هذا مجرم، بمعنى أننا ضد دين الله في القضايا الاجتماعية، وهكذا في المواريث، وهكذا في بقية الزيجة. في حال فصلنا الدين عن المجتمع، هل سنرى صورة مشابهة لاحتفال أولمبياد باريس في بغداد؟ بل أسوأ من ذلك، أسوأ من ذلك بكثير. ليش؟ لأنه يعني أكو حالة من الثقافة التي زرعت خلال 20 عام، وإحنا شفناها مو فقط في تظاهرات تشرين وكيف تحول هذا المطعم التركي إلى حالة من الإباحية، وبلاسخارت والسفير الأمريكية تأتي بأموالها، الخليج سوف يأتون بأموالهم. ولهذا أقول هذه خط، مو خط ساتر أمامي، بل نقطة تماس.